حققولنا انتصار ويرجعوا لنا بألف سلامة بانتصار مهم ويقربنا من البطولة. بص يا كابتن، اتفضل. اولا احنا طول ما احنا عايشين لازم املنا يكون في الله ثم في الشيء اللي احنا بنحبه. احنا بنحب الاهلي، فاملنا في ربنا سبحانه وتعالى ثم في لعيبه الاهلي ان هينتصروا وهيرجعوا رافعين راسنا لجمهورهم اللي بيحبهم وبيشجعهم وراهم حتى لو لا قدر الله، فاحنا بنحبهم بس المهم يلعبوا. انا معاك، صح، يهمنا ان هم يلعبوا. والمكسب والخساره ده بتاع ربنا، عمر ما هتبذل مجهود وهتلعب وهتبكي وربنا هي 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 هيجعلك ابدا. انما ما تتكسلش وما تجريش ورا الكوره وتبصي وما تركزش وترجع وتيجي تعبان، واخد بال حضرتك، وتقول لي يا اختارت انا ما كسبتش. طب ما انت ما كسبتش ليه؟ لان انت تكاسلت. يعني ما ركزتش في اللعبه، ما ركزتش في الملعب. لازم تركز، لازم ان شاء الله باذن الله انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ثم في لعيبه النادي الاهلي ومدربي النادي الاهلي، وهيرجعوا منصورين ورافعين راس ان شاء الله وراس مصر فوق ان شاء الله. هتفرج على الماتش فين؟ انا هتفرج على الماتش في اسكندريه. انا عارف ليه دلوقتي. بحب اسكندريه. اقول انا عارف انت زعلان مني، انا افتكرت دلوقتي، انا عارف انت لازم تتفرج اجباري في اسكندريه. زعلان منك يا حبيبي، انت اخويا وحبيبي وانا بحترمك وبحبك وانا بحترمك جدا والله. تحت امرك في اي وقت وفي اي حاجه برضه يا كابتن. ما تروحش العجمي كتير بقى. كابتن احمد عادل بيقول لك حاجه، اتفضل. مش عايز تقول له يا احمد. والليف حبيبي. حبيبي مساء الفل. اخبارك ايه؟ مساء الفل. ما تروحش العجمي كتير بقى يا ابو الليف. الله 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 عليا. طيب احنا على الهواء. حبيبي والله حبيبي. حماتي وحماي عندهم فيلا في العجمي. في البطاش كمان صح؟ في شهر العسل. ده احمد مراقبك بقى، ده احمد مراقبك. لا ده انت مراقبني جدا يا كابتن. طيب سلم عليا قول لي. لا حبيبي حبيبي، انت من الشخصيات المحترمه اللي كل الناس بتحبك فعلا، وبتمنى لك التوفيق. والحمد لله ان انت خرجت من المحنه، متابعينك كويس جدا. الحمد لله انت خرجت من المحنه اللي انت فيها. الحمد لله احسن بكتير. الحمد لله. الحمد لله احنا كويس ان انت كويس وانت ابن حلال، وربنا اكيد واقف جنبك لان انت تستاهل كل خير. والله ربنا ساترني واقف جنبي لابعد حد ممكن اي حد يتخيله. انت الحمد لله. انت فعلا شخصيه محترمه وتستاهل كل خير، وبتمنى لك التوفيق دايما. شكرا. شكرا. في ذوقك يا كابتن، وانا سعيد ان انا طلعت على الهواء معاك كده، وشرف ليا والله ان انا وسط نجوم كوره الله اكبر عليكم اسامي وليها مكانتها في المجال الكروي، وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. الاهلي يرجع ان شاء الله منصور ومنصور الخاطر رافع راس مصر وراس جمهور الاهلي. ابو ليفا انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تبقى معانا ونحتفل بانتصار النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شادي انا هقول لك على الهواء بقى، كابتن شادي مطلوبك رد عليا. حاضر حاضر. ما انت غاوي تحرجني يعني على الهوا. انت انا عارف انا دي تقصير مني، وانا بقول لك اهو لان انا عارف انت قد ايه اهلاوي، وعارف قد ايه يا جماعه بيتفرج صعب الفرجه معاك.